نرحل بكم خلال هذه الحلقة من نوافذ دمشقية على قلعة دمشق التاريخية، آخر شاهد على مسيرة عالم شغل الدنيا الإمام ابن تيمية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياناً تكتسب بعض الأماكن شهرة في بعض الأوساط لميلاد عالم أو مبدع فيها، لكن قلعة دمشق التاريخية تجاوزت شهرتها الأثرية التي تتقاسمها مع كثير من المعالم الأثرية في العاصمة دمشق، لترتبط في أذهان الفقهاء والمفكرين والفلاسفة والمثقفين بسجن وممات إمام من أئمة الإسلام لا يزال تراثه حياً فينا وحاضراً في أدبيات معظم التيارات الإسلامية المعاصرة. الزميلة حلا الخطيب وهذه المادة التعريفية بقلعة دمشق التاريخية. وللحديث في جوانب من حياة وفكر الإمام ابن تيمية، أشهر شخصية في تاريخ قلعة دمشق وأكثرها حضوراً في مناهج التيارات الإسلامية اليوم، ينضم إلينا الباحث في السياسة الشرعية الأستاذ أحمد إسماعيل سعود. أهلا بك أستاذ أحمد معنا في هذه الحلقة. كان المذهب السائد في مدينة دمشق في فترة وجود ابن تيمية الإمام ابن تيمية بها هو المذهب الأشعري، وقد حمل الناس على هذا المذهب حملا منذ أيام الأيوبيين كما ينص المقريزي في خططه. هل تعتقد أستاذ أحمد أن تبني السلطة لمذهب معين ومحاولة فرضه على الناس أدى بابن تيمية إلى ما يشبه ردة الفعل فيها نوع من الحدة، وهو يدافع عن المذهب الحنبلي ويدعو إليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرمكم الله أخي الكريم، واستضافة طيبة متجددة مع قناة حلب اليوم. بموضوع الشيخ الإسلام ابن تيمية عرضتم يعني أكثر من نقطة في حيثية مركزة. أنتم يعني تفضلتم بالعصر اللي عاش فيه ابن تيمية والأوضاع والظروف التي كانت تمر في ذلك العصر. طبعا للمعلومية ابن تيمية رحمة الله عليه يعني ولد بعد 5 سنوات من سقوط الدولة العباسية، يعني حتى نكون في هذا الخضم نشعر في الظروف اللي كان يعيشها العالم الإسلامي من حيث الواقع السلبي الكئيب اللي كانت تعيش في ربوع العالم، حالة الاستسلام اللي كان تعيشها مناطق شتى من العالم، حالة الفرقة وحالة التنازع. في ذلك الخضم كانت مذاهب أيضا تمر هنا وهناك، وكانت هذه فرصة يعني ظهور ابن تيمية بهذا الوجود. طبعا النقطة الثانية اللي انت تعرضتوا لها الآن في الخضم، تأثير السلطة السياسية على المذاهب. نعم، للسلطة السياسية حقيقة تأثير كبير جدا على المذاهب الفقهية والعقدية. كل المذاهب التي استعانت بالسلطة لتتقوى على خصومها ومارست هذا، يعني حقيقة انحرفت وكانت في أسوأ حالاتها، بدءا من المذهب المعتزلة في فترة الدولة العباسية عندما استعان بالسلطة ليقضي على خصومه. وكانت محنة كثير من أئمة المسلمين ومنهم وأشهرهم الإمام أحمد بن حنبل. طبعا الفترة الأيوبية وفترة المماليك، وكانت السطوة الأشاعرة استعانتهم بالسلطة بالسلطان المملوكي على إخوانهم الحنابلة. أيضا نجد في فترات متأخرة استعانة العثمانيين بالمذهب الحنفي، أو استعانة الأحناف بالمذهب العثماني بالدولة العثمانية. أيضا نجد أن الحنابلة مروا بهذا بفترة متأخرة. إذا دائما حقيقة تغول السلطة السياسية على المذاهب الفقهية أو العقدية عم تأثر عليها تأثير حقيقة سلبي للأسف. نعم، فيما يفترض أن تكون السلطة على مسافة واحدة من المذاهب كلها، هكذا؟ هذا صحيح. نعم. طيب، بالعودة أيضا إلى يعني حدة خطاب الإمام ابن تيمية، ضمن الأسباب التي يعتقد البعض أنها كانت يعني خلف هذه الحدة في الخطاب هي فترات المحن والسجن التي تعرض لها الإمام ابن تيمية في حياته. هل هذا واقع بالفعل؟ خاصة وأنه في عصرنا الحاضر على سبيل المثال تعزى حدة الخطاب في منهج سيد قطب على سبيل المثال رحمه الله إلى أسباب مماثلة. والله لا شك أنه المحنة اللي مر فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني طبعا سجن هو 7 مرات تقريبا في عمره القصير. نعم. سجن 7 مرات. نعم. ما بين مصر يعني ودمشق. نعم آخرها كان يعني وفاته في آخر سجن القلعة. نعم. عام 728 هجري. بالفترات هذه تعرض لمظالم كثيرة جدا، كثيرا ما وشى به فقهاء المذاهب للسلطة السياسية، استعانوا بالسلطة حتى يقضوا على خصومهم. الشيخ السمير بطبيعة الحال كان يعني يتحاور مع هؤلاء، وأحيانا يبدو في بعض كلامه حدة، وإن كان حقيقة للإنصاف والموضوعية ليس كل كلامه كان في هذا الإطار. يعني في إذا أردت أن وسأتناول إن شاء الله في العرض شيء من تسامحه مع المذاهب المختلفة والمخالفة، ستجد أنه حتى ظلم من ظلمه وأذى من آذى لم يحل بينه وبين الاستعصام بالموضوعية والإظهار نوع من الحقيقة التسامح العالي على المستوى جدا في تعامل مع خصومه. أستاذ أحمد، أيضا في هذا السياق يعني أخذ على الإمام ابن تيمية تعميمه في إطلاق بعض الأحكام على بعض التيارات التي كانت سائدة في عصره، على سبيل المثال تضليله للمتصوفة، هكذا يعني يقول البعض،
بناء على يعني نزوع بعضه المتصوفين إلى المغالاة والشعوذة وممالأة بعضهم أيضا للغزاة التتار، هل يثبت في منهج ابن تيمية هذا التعميم في إطلاق الأحكام؟ فكرة التعميم يعني لا يخلو منها يعني بشر، فكرة التعميم ليس المقصود منها انه هو يعم الجميع، ولكن احيانا كنوع من الاطلاقات اللي يستخدمها البشر، ومعروف اللغة العربية تتسع لمثل هذا، يعني معروفة لام العهد التي كان يستخدمها حتى القرآن الكريم وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدمها مع في بعض العبارات ولا يقصد بها عموم الناس، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هذا لا يقصد فيه انه كل الناس، وانما يقصد فيه الناس المقاتلين المحاربين. عندما نتكلم عن خصومه ابن تيميه لبعض الفقهاء الذين كانوا يستعينون بالسلطات واحيانا يمشون في ركابها من فقهاء مذاهب مختلفه ومن المتصوفه وغيرهم، ادى انه ابن تيميه حقيقه يواجههم مواجهات عنيفه احيانا، خاصه انه كانوا هم يعني كثيرا ما يتقووا على اظهار مذهبهم بسلطه ما، ويحاول ان يشهد للسلطان بانه يعني هذا المذهب يؤثر على سلطته وسطوته. لا ادل على ذلك اخي الكريم من موقف الشيخ الاسلام ابن تيميه مع السلطان ناصر بن قلاوون. هلا ناصر بن قلاوون كان انقلب عليه الحاكم ركن الدين بيبرس، ومع مجموعة من الناس وبدأوا العلماء والفقهاء يقلبوا الحاكم على ابن تيمية حتى سجنوا في الإسكندرية. نعم. بضع أشهر عاد السلطان ناصر للحضور. طبعا كان بتفكيره أنه أول شيء أنه ابن تيمية لابد أنه سينتقم من خصوم هؤلاء الذين قلبوا عليه، وهو له مصلحة أيضا أن ينتقم من هؤلاء لأنهم كانوا هم الدهاقين اللي يسيرون في ركاب ذلك الحاكم المنقلب عليه. فطلب منه أنه يصدر فتوى بقتلهم، وحدث عن رغبته في قتل هؤلاء. فكان كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة غاية في العجب، غاية في التسامح. قال له وهو يتكلم هذا الإنسان حاد المزاج، يقول له إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء الأفاضل. هذا الموقف تكرر مع عدد من العلماء والمشايخ الآخرين. حقيقة أنا بلغني مثل هذا الموقف النزيه من عدد من علماء الإسلام السابقين. الإمام مالك عندما وشى به من وشى من أيضا فقهاء عصره لدى أبو جعفر المنصور بموضوع بيعة المستقرة وجلد في هذا، كان أثناء جلده يقول مثل هذه العبارات: اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. الإمام أحمد حنبل تعرض لأذى أيضا كبير جدا من خصومه، مع هذا ما كان يحمل عليهم ولا كان يدعو على من أذاه بكل ما أصابه منهم من أذى. فأنا يعني أردت أن أقول أنه حقيقة كان حاد المزاج مع مجموعة، يعني يجب أن نضع هذا الموضوع في اعتبارنا، مجموعة كانت تؤلب عليه، وهذه المجموعة لم تكن فقط قضيتها المسائل الفقهية أو العقدية المطروحة، وكان جزء من محيط عام وجزء من ظرف عام موجود بعد سقوط بغداد وبعد شتاتهم وتمزقهم. نعم أستاذ أحمد، يعني كما أسلفنا تعرض الإمام ابن تيمية لعدة محن خلال مسيرته الدعوية، وحبس مكرها حينا ومختارا حينا آخر، حين كان السجن أحب إليه من أن يكمم فمه عن الجهر بدعوته، وهو في كل فترات سجنه كان معارضا لما يطلبه منه السلاطين من أن يسكت عن الجهر بدعوته خشية الفتنة بين قوسين. كيف يمكن يعني فهم منهج بعض الذين يدعون ويزعمون صلتهم بمنهج ابن تيمية اليوم في ضوء مواقفه تلك؟ والله شيخ الإسلام كان جريئا في قول الحق لا تأخذ فيه لومة لائم، ولذلك يعني كان يعني هو ماشي على سنن حقيقة السابقين الأولين من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين اللي مشوا لا يخافون في الله لومة لائم. يعني هذه أنا أعلق عليها وإن كان خارج السياق الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن تعرضتم لموضوع أن الفتنة
والالتزام باستقرار حتى لا يتعرض المجتمع للفتنة. علمانا جميعا وقفوا مواقف صلبة ولم يسكتوا عن منكر من ارتكب المنكر، سواء كان كبيرا أو صغيرا، أميرا أو وضيعا، أنكروا على الجميع. الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرت لك أنه سجن 7 مرات بسبب آرائه وصدعه بالحق. موقفه في فترة زحف غازان التتري، يعني في أنا لا أتعرض لموضوع غازان الآن، لا أتعرض لبعض كلامه الحاد الجريء اللي وقفه أمام هذا الحاكم. يعني وقف أمامه، فطبعا المجموعة اللي أتت مع الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى الحاكم وجدت وقوفه الصلب أمام الطاغية وكلامه الحاد معه، حتى يعني قال أحدهم، أحد الوفد اللي كان مع الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول جعلنا نجمع ثيابنا خوفا من أن تلوث بدم ابن تيمية إذا أمر بقتله. يعني بدأوا يتحسبون، لأنه كان كلام غير أن قازان لم يؤذي ابن تيمية، بل جلس ينصف إليه بإمعان، ثم قال لمقربيه: من هذا الشيخ؟ إني لم أرى مثله، ولا أثبت قلبا منه، ولا أوقع في حديث من حديثه في قلبي، ولا رأيتني أعظم قيادا لأحد منه. فاستغربوا من هذا الموضوع، وبعد هذا وضعوا الطعام، قال: كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتموه من أغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس؟ يعني كان لا يسكت، لا يخيف شيء، لا من سلطان باغي، ولا من طاغية، ولا من شيخ متهتك أو شيخ مضيع مبتدع. كان يقف أمام الجميع ويجهر يقول الحق. نعم، من الأمور أيضا أستاذ أحمد التي يعني ربما تضرب جدارا عاليا بين منهج الإمام ابن تيمية ومنهج بعض من ينسبون أنفسهم إلى منهجه زورا وبهتانا، مسألة الجهاد والحض عليه وتقدم الصفوف في ميادينه. يعني هو الإمام ابن تيمية لم ينتظر على سبيل المثال إذنا من سلطان أو أمير ليأذن له بالجهاد، بل ذهب حتى إلى السلطان، سلطان مصر، وحرضه على نصرة بلاد الشام ضد الغزو التتري، وشارك في موقعة شقحب سنة 702 ضد التتار. ما تعليقك على هذا؟ هذا يدل على أنه العالم حتى يكون حقيقة يعني مسموع الكلمة وله أثر بين الناس، يجب أن يعيش مع الناس، يخالط الناس، يحرك الناس، يقود الناس، والقائد يكون أمام الناس ولا خلفهم، يكون في يعني عندما الله تكلم الله عز وجل في كتابه العزيز عن 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 الفقهاء والعلماء بصيغة أولي الأمر، قال: أولي الأمر منكم، يعني يعيشون بينكم، يعيشون أحوالكم، يعيشون ظروفكم، فيجب أن يخالط. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فرقة تكون في أرض الجهاد ثم تذهب تتفقه في الدين وتعود لأرض الجهاد، تعيش أو واقع الناس، تفتي الناس من خلال هذا الواقع. شيخ الإسلام ابن تيمية كان هو ذلك الرجل الذي يعيش مع الناس، يفتي الناس، يعيش أحوال الناس، ثم يحرك حمية الناس نحو الحق، ويخفف من حالة الإحباط والحالة السلبية الموجودة بين الناس. لأنه كما قلت لك، الفترة اللي كان فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كانت فترة حركة جدا، يعني حقيقة يعني فترة ما بين سقوط وانهيار، وما بين بعثرة وتمزق للأمة كلها، وكانت صيحة نهضة. يمكن آثارها وثمارها ما ظهرت في فترة ابن تيمية، ظهرت بعد ابن تيمية بقرون ولا أقول عقود. نعم. لكن فترة التيمية يعني كانت خصبة بهذا الحراك. نعم. في هذا الوقت. نعم. في ضمن الإطار أيضا أستاذ أحمد، يعني كان ملفتا أن ملك التتار الذي أعلن الإمام ابن تيمية الجهاد ضد جيشه كان مسلما، وهو المسمى محمود قازان. هل يعني هذا أن مفهوم الجهاد في منهج ابن تيمية لا ينطلق من التصنيف والتقويم العقدي؟ صحيح صحيح، يعني القضية ربط الجهاد بأنه علته كأنه الكفر الكافر، هذه فيها إشكالية حقيقة. يبدو أنه ما تعرضت له جنابكم الآن يعني فيه تجاوز لهذه النقطة، أنه علة القتال في الإسلام هي عدوان المعتدين، حرب المحاربين حتى لو كانوا مؤمنين، أنت تقاتل الناس المؤمنين البغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى من المؤمنين تبغي إحداهما على الأخرى فتقاتل الطائفة المؤمنة الباغية من قبل إخوانها المؤمنين. يعني أنا سألت هذا السؤال أستاذ أحمد لأن هناك فئة معينة في عالمنا اليوم تزعم أيضا صلتها بشكل من الأشكال بمنهج الإمام ابن تيمية ولا تتوانى عن تكفير أي مسلم ووصمه بالردة إذا ما أرادت قتاله لأي سبب. والله يعني قتال المسلم فسوق ويعني وتكفير المسلم هو حقيقة استباحة لدمه بالآخر، لأنه حتى لو كان ليس مجرد إطلاق كلمة كفر يعني أنه الإنسان يقتل، ولكن بمفهوم كثير من الناس هذا استباحة لدمه، انتهاك لحقوقه، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أنت إذا أخرجت من دائرة الإسلام أخرجت من هذه الحقوق جميعا في مفهوم كثير من العامة، وبالتالي حقيقة قضية كبيرة جدا أن تتعرض لتكفير إنسان مسلم وتقاتله بهذه الدعوة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى، وهذا المنهج الحقيقة القويم الذي أراه، أنه العلة في حرب الآخرين هي الظلم. الإسلام شرعة الإسلام لرفع الظلم، تمام؟ أذن للذين ظلموا بأنهم أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فهي القضية حقيقة الأساسية في موضوع الجهاد قضية رفع الظلم عن الناس. يعني رغم وقوف الكثير أو بعض المسيحيين واليهود أستاذ أحمد إلى جانب الغزاة التتار ومشاركتهم في أعمال السلب والنهب وتدنيس المساجد، إلا أن الإمام ابن تيمية يعني في إحدى مفاوضاته مع ملك التتار محمود قازان طلب أن يطلق سراح الأسرى من المسيحيين واليهود إلى جانب الأسرى من المسلمين. كيف يفهم هذا الموقف من إمام متهم بالتشدد والتعصب؟ أحسنت. هذه حقيقة يعني هذه يبين لك موقفه رحمه الله من المخالفين. أنت قد تختلف مع الآخر بمعتقده، لكن لا تختلف بأحكام الإسلام في التعامل مع الإنسان. هؤلاء نفس آخر شيء، نفس بشرية، وأنت تتعامل مع هذه النفوس البشرية أو ليست نفسا كما قال صلى الله عليه وسلم في إنشاء ذلك اليهودي. فالشيخ الإسلام ابن تيمية كان يتعامل مع هؤلاء الذميين من النصارى وغير المسلمين بشتى مللهم، كان يتعامل معهم أنهم من نسيج هذا المجتمع، هم هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذه الأرض، أخذوا عهد الله عز وجل من بعهد الذمة، ولهم من الحقوق ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ولذلك أعلن هذا الكلام في أكثر من يعني بالفعل في هذه الحادثة تحديدا أستاذ أحمد هو قال فيما نصه يعني: ولا نرضى ببقاء أسير من أهل الملة ولا من أهل الذمة، فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أستاذ أحمد اسمح لي في سؤال أخير. يعني منذ عصر ابن تيمية وحتى اليوم ثمة من غالى بالإمام ابن تيمية وثمة من حط من قدره، كيف يعني يمكن إنصاف الإمام ابن تيمية من هؤلاء وهؤلاء؟ شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية حقيقة إمام عظيم، رجل سبق عصره، قدم رؤى نهضوية تناسب ذلك العصر. نحن نتكلم عن عصر سحيق في التمزق والفرقة، انطلق فيه رجل حقيقة كما قلت سابق لهذا العصر، قدم رؤى نهضوية استفادت منها الأمة بعد قرون. هذا الرجل بالتأكيد ابن واقعه، ابن بيئته، ابن ظرفه التاريخي، تأثر بهذا الظرف، حصل بينه وبين خصومه بعض التوتر، بعض مواقفه كانت متشنجة كردود أفعال، بعض مواقفه كانت قاسية جدا حتى ننصفه تماما. يجب أن نتناول هذه المواقف القاسية في الظرف التي كانت فيه، وبالتالي لا يخرج يعني حقيقة تعديننا لشيخ الإسلام ابن تيمية أن نقول عن بعض المواقف أنه هذا الموقف شديد، هذا الموقف لا يناسب واقعنا اليوم، لأنه الظرف قد يكون اختلف عن ذلك الظرف في بعض الجوانب، وفي بعض الجوانب الآن استجدت وتجدد فيها الظرف الذي كان يعيش فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية. فنقول بما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية اليوم
تمام، من منطلق من 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 تأثرنا نحن أيضا بذلك الواقع الموار الذي عاشوا في ذلك العصر. إذا كلامه لا يؤخذ هكذا، يعني نتناوله بنسبية بنظرة نقدية، فنقول أنه حقيقة أصاب كثيرا، وقد يكون بعض الأمور فيها أخطاء، وهو بشر بالآخر يعني يصيب ويخطئ. يكفيه أنه حقيقة قدم لهذه الأمة رؤية عالية جدا في التجديد، يعتبر أنا أعتبره واحد حقيقة من أكابر المجددين في الدعوة الإسلامية، وليس في المذهب الحنبلي وحده. حقيقة قدم نظرة فلسفية، نظرة فقهية، نظرة بتجديد علم العقيدة، كان جريئا جدا. أيضا قدم نظرة في موضوع فقه الجهاد وفقه تغيير المنكر. فحقيقة يعني هو قامة عليا جدا، وكما في أي قامة بشرية، كما تكلم عن الأئمة العظام أيضا الكبار، الأئمة الأربعة وغيرهم، لابد أنه بشر يصيب ويخطئ، وكل أحد يأخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. الباحث في السياسة الشرعية الأستاذ أحمد إسماعيل سعود، شكرا لمشاركتك معنا. كغيرهم من أرباب المهن التي لا غنى عنها في الغوطة الشرقية المحاصرة، تكيف صانعو الملابس الصوفية مع انقطاع الكهرباء ليحولوا آلاتهم الكهربائية إلى يدوية. نشاهد هذا التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داعي أبو قاسم من الإفتريس، أعمل بمجال التريكو، جميع أنواع الصوف. عنا تصنيع آلات مكنات بدائية سويناها، كانت كهرباء وسويناها بدائية، والمصلحة مثل الأسوارة باليد، والحمد لله لقيناها هلأ وقت الأزمة وقت الحصار إحنا فيه. بس بالحقيقة يعني عم تواجهنا عدة ظروف، الخيط غير متوفر، الإبر المكنات غير متوفرة، الكهرباء ما عم تساعدنا أبدا أبدا، غلات سعر الكهرباء ما عم تساعدنا أبدا أبدا، الحصار المفروض علينا، الشيء اللي يعني نحن فيه يعني الحمد لله انه حاصلين نصمد، بس ما يعني لفتره محدوده مو اكثر من هيك. فوت بلال ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.